اه طبعا، وبيسمعوا بصراحة يعني، يعني وبيتقبلوا اي نقد يعني. انا قلت له وانا طبقت الرؤية ديت، انا بنفسي اديتها للسوريين والعراقيين العرب بالعربي، ازاي لا مؤاخذة يعني يفصل القمامة، دي موضوع مهم جدا، ازاي يوفر كهرباء، ازاي يتعامل مع السكان، ازاي يتعامل مع القانون، ازاي يعني، كل دي كنت مديهم من 9 مواد. فده الاندماج بقى. ففي ناس مش فاهمه ده، في ناس بتقول لا استنى لما يتعلم اللغه. طب في الفتره اللي هيتعلم اللغه هي دي المسافه، مش هيحصل مشاكل كتير؟ بيحصل. في المانيا اعتدى على لاجئ، ليه؟ لان اللاجئ يعني تبص سلوكياتهم، دي هي عادات وتقاليد يعني جاي من سوريا عاوز يعيش سوريا في المانيا والهند في المانيا وباكستان في المانيا، فمش هينفع. فانا لازم كدوله ومسؤوله اتحرك، لازم ادي افكار. فالحمد لله انا ديت قدرت اعملها، وعشان كده برضو كرمت في شهر 9 اللي فات من الجريده، من اكبر الجرايد في المانيا في برلين، عملوا معايا لقاء. الصوره اللي بعتها لحضرتك ديت اللي هي بعنوان يعني ان يعني مصري او شاب مصري، يعني ان هو بطل كمال اجسام سابق وبيشتغل في الهجره واللجوء وبيسعى، ده كنت قبل ما اشتغل في الحكومه، وبيسعى ان هو يكون دبلوماسي يعني، وكده بقى بالتفصيل يعني، عن شويه نبذه بسيطه عن حياتي، وبعدين بقى عن السياسه الالمانيه، عن القوانين، عن اللجوء ازاي ادمجهم يعني، كتبوه بشكل مبسط. والحمد لله لا استحسان الجميع يعني من السياسيين وفي الحزب يعني، رغم ان انا كنت بنتقد بشده بس تقبلوه يعني. النقد برضو لانه نقد. اصل اقول لحضرتك يا استاذ سعيد، ما دام نقد بناء، انا بقول لحضرتك لا الطوبه ديت بتاع الطوبه ديت مش لا غلط، فانت لما تعملها بالشكل الصحيح هتقول لا معاك حق. صحيح.